من جهته دعا رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج إلى مصالحة شاملة وعادلة في ليبيا، عادا ذلك سبيلا وحيدا لمنع التدخل الخارجي. وقال السراج في كلمة تلفزيونية أن المتآمرين وجدوا بين الليبيين من هو مستعد أن يكون أداة لضرب وطنه استجابة لأحلامه السلطوية وأوهامه العبثية. أدعو الجميع استلهام حكمة المؤسسين رحمهم الله جميعا لبناء وطن يقوم على المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة لكافة أبناء الشعب ومن كل توجهاته، فهو السبيل حقا لدرء مخاطر التدخل الخارجي الذي حذرت منه حكومة الوفاق طيلة العوام الماضية. وبالرغم من تراخي المجتمع الدولي وعدم استجابته لدعوات حكومة الوفاق المتكررة للحد من تلك التدخلات وإيقافها، فلا زال الوقت لم ينفذ.